كالنار حين تشعلها تضع تحت الأخشاب الكبيرة عيدانا صغيرة تساعد على إضرام النار تلك هي حال أطفال سوريا الذين خرطوا في القتال يقتلون ويقتلون يتم تجفيف أعوادهم الغضة لتحترق قبل أوان نضجها يشعلهم كل صاحب شأن معني بتأجيج النار لتكبر وتمتد ويغلي المرجل الذي يطبخ فيه الشعب على نار مستعره منذ سنوات سبع من المهدي الى الحرب ضحايا جائعون خائفون والاخطر مقاتلون تلك هي قصه اطفال البنادق في قصه اطفال سوريا تصور اطفال الخنادق الذين يختبئون في قصف الطاغيه فيهبط اليهم غاز ثقيل سام يبحث عن كل نفس ليخنقه وتصور اطفالا مشردين بلا ماوى ولا ملجا بلا غطاء ولا دواء او لاجئون ضاقت بهم الارض بما رحبت او نازحون ينتظرون سباقا بين المنظمات والتنظيمات فاما منظمه تقودهم الى سبل الحياه واما تنظيم يقودهم الى الموت والخراب قصه اطفال البنادق هي ملفنا المشترك لهذا الاسبوع. حياكم الله. مشاهدينا الكرام كالعاده نبدا هذه الحلقه برصد لبعض الاراء من الدول العربيه حول ملفنا المشترك لهذا الاسبوع وفيه نناقش دور المجتمع الدولي في ظاهره تجنيد الاطفال داخل سوريا واليمن والعراق وايضا غيرها من البلدان وهل قامت المنظمات الدوليه بدورها بشكل كاف اتجاه قيام الميليشيات الايرانيه والارهابيه وغيرها بتجنيد الاطفال الذين ما زالوا في عمر البراءه نبدا براي مع الباحث في الشان العراقي الدكتور يحيى الكبيسي انا اعتقد المشكله هنا مشكله ثقافيه واجتماعيه قبل ان تكون مشكله سياسيه ومشكله قانونيه يعني لهذا انا اعتقد في جميع هذه الدول عمليه تجديد الاطفال عمليه مستمره عمليه يتم التشجيع عليها عمليه يتم التواطؤ عليها من قبل سلطات سلطات الدوله بالكامل يعني على سبيل المثال في العراق شاهدنا معسكرات لعسكرة الأطفال تنشر إعلانات بشكل صريح وتنشر صور بشكل صريح بدون أن تكون متابعة من أحد على الرغم من أن العراق موقع على اتفاقيات حماية الأطفال وعلى كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال يعني إلى فلسطين ومع رأي المحلل السياسي محمد عويس قضية تجنيد الأطفال قضية معقدة جدا ولكن في موضوع تجنيد الأطفال في سوريا يجب علينا أن نتذكر أن المجتمع الدولي الذي لم يأبه لمقتل الأطفال بغازات نظام بشار وبراميله وقصف العصابات الإرهابية التابعة لحزب حسن نصر الله وداعش للمناطق المدنية السورية التي قتلت عشرات بل الآلاف وعشرات الآلاف من الأطفال السوريين أنا برأيي هذا المجتمع وهذه التركيبه الدوليه لن تلتفت لتجنيد الاطفال في العصابات الارهابيه وعصابات الاسد المجرمه، الجرح السوري اعمق بكثير من موضوع تجنيد الاحداث الاحداث في السن اعني في معركه في معركه تحالفت بها قوى الشر على الشعب السوري باكمله. واخيرا الى سوريا ومع راي للكاتب الصحفي احمد كامل. القضية السورية كلها محل إهدار في المجتمع الدولي وتطنيش وتواطؤ يعني تجنيد الأطفال تم الحديث عنه لما كان من طرف داعش ضمن الحرب العالمية على داعش وهذا مفهوم جيد وشكرا لهم على ذلك ولكن الآن يطنشون كليا تجنيد البيكيكي البيدي للأطفال واستخدام للنساء كاسلوب دعايه، استخدام لجسد المراه كاسلوب للدعايه السياسيه والعسكريه. وعلى صفحات التواصل الاجتماعي تفاعل الناشطون والصحفيون والمحللون حول قضيه تجنيد الاطفال ودور المجتمع الدولي فيما يخص هذه الظاهره. نبدا براي من الامارات ومع فيصل سلامه الذي قال: يجب محاسبه ايران والزامها ان توقف تجنيد الاطفال وتعيد اي طفل افغاني ارسلته للقتال في سوريا بدلا من الاحتيال على اطفال ضعفاء مهجرين ولاجئين، هذا ما قاله فيصل ننتقل إلى السعودية ومع الدكتورة ياسمين عبد الرحمن التي قالت: "داعش لا تحترم براءة الطفولة، التنظيم الإرهابي يرى الأطفال كأدوات حرب يستخدمها كيفما يشاء". هذا ما قالته الدكتورة ياسمين عبد الرحمن، ننتقل إلى سيلينا ناصر وهي باحثة سابقة في منظمة العفو الدولية التي تساءلت: "ماذا يفعل طفل إيراني عمره 13 سنة في البكمال؟ أوقفوا تجنيد الأطفال". لجات كثير من الجهات المتصارعه في سوريا الى زج الاطفال في الحروب آلاف الأطفال حملوا السلاح فكانوا قاتلين ومقتولين، وعلى غرار ممنوعات كثيرة في القانون الدولي انتهكت الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالأطفال في هذا الصراع، وتم تجنيد الأطفال تحت مسميات تداعب عواطف المراهقين وعقولهم التي لم تنضج بعد، فمن كشافة الإمام المهدي إلى أشبال الخلافة وشيعة الشتات وغيرها من المسميات، التقرير التالي يعرض بالأرقام الانتهاكات التي كانت على الأطفال داخل سوريا من قبل العديد من چند سال سیزده سال سیزده سال سر. حالا اینجا کجاست؟ سوریه این منطقه ماشاالله ما کوچکتری. في تقارير عديدة لها أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 262 حالة تجنيد لأطفال دون سن السابعة عشرة في سوريا وزعت ضمن ميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لنظام الأسد أو للأحزاب الكردية التي تقاتل على الأرض السورية عدد الأطفال المنتمين لكشافة الإمام المهدي التابعة لحزب الله بلغ 42 ألف طفل تم تخصيص سبعة آلاف منهم لإرسالهم من أجل القتال في سوريا على دفعات وتبلغ أعمار هؤلاء الأطفال بين سن العاشرة والسابعة عشرة يتقاضى كل منهم 400 دولار شهريا خلال المهمة القتالية التي تستغرق ستة أشهر ويدفع المبلغ لهم أو لذويهم وينخرط المجندون في دورات قتالية في سهل البقاع أو بمعسكرات حارة حريك في بيروت أما الأطفال المجندون من قبل وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة الكردية والذين يطلق عليهم اسم كينغ زاروك فعددهم يبلغ حوالي 1100 طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة ويتم التكتم على طبيعة عملهم لكنهم يشاهدون في مهام يقفون خلالها على الحواجز لكن ثبت تورطهم في القتال وسقط من بينهم قتلى شيعة الشتات أو الأطفال الشيعة القادمون من أفغانستان وباكستان والعراق بدافع الجوع إلى طهران ويبلغ عددهم 1500 طفل منهم 800 طفل يعملون بالمهام اللوجستية و700 طفل آخرين يقفون على الخطوط الأمامية ويبلغ أعمار هؤلاء الأطفال من عشر سنوات إلى سبعة عشر عاماً أشبال الخلافة أو فتيان الجنة هكذا يطلق تنظيم الدولة على أطفاله المجندين الذين يتراوح عددهم من 1300 إلى 1400 طفل أعمارهم تتراوح من 10 سنوات إلى 17 عاما ومركز تدريبهم في الرقة والتدريب يكون على العمليات الانتحارية والاشتباك القريب ومن باب الإنصاف فإن كثيرًا من الفصائل الأخرى استخدمت الأطفال في القتال، وهناك أكثر من 500 طفل جندتهم جهات أخرى على الجبهات، تتراوح أعمارهم بين العشر سنوات والسابعة عشرة سنة، تدربوا على القتال والعمليات الانتحارية التي تقوم بها الفصائل المتشددة في بعض مناطق البلاد. وقد وثقت تقارير لمنظمات دوليه انخراط الاطفال في الصراع خلافا للمواثيق والقوانين والاعراف الدوليه، ورصدت العديد من الانتهاكات التي قامت بها الجهات المتصارعه. قبل ان نبدا حوار هذه الحلقه طرحنا على صفحه الفيسبوك لاورينت نيوز السؤال التالي: هل تعفي القوانين الدوليه الاطفال الذين تم تجنيدهم ضمن الميليشيات المقاتله في سوريا من المحاسبه؟ النتائج كانت كالتالي: 63% من الأصوات أجابت نعم مؤيدين إعفاء القوانين الدولية الأطفال الذين تم تجنيدهم ضمن الميليشيات المقاتلة في سوريا من المحاسبة، بينما رأى 37 منهم بأن القوانين الدولية لا تعفي الأطفال المجندين ضمن الميليشيات المقاتلة في سوريا من المحاسبة. لمناقشة هذا الملف المشترك أرحب بضيوف الكرام في الاستوديو المحلل العسكري والسياسي الدكتور إبراهيم الجباوي ومن لبنان الأستاذ في القانون الدولي طارق شندب وسينضم إلي لاحقا من لندن أستضيف مدير المركز العربي للعدالة الدكتور محمد الشيخلي سنبدأ حوار هذه الليلة ولكن بعد فاصل قصير